الى المحكمه رسمي، فالمحكمه ملزمه بان تثبت به، راح بتبي. الطلب الاخر نعم. واللي هو طلب قانوني وتنطبق عليه الماده مواد قانون اصول المحكمات الجزائيه. كاتب سبق للهيئه للدعاله ومحامي الدفاع ومحامي المدعين بالحق الشخصي قد طلبوا من محكمتكم تتفهمنا المحكمه واذا بمقول تفضل. بتاريخ 10/10/2006 وحسب ما اخبرني به موكلي